إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء في القرآن والسنة. أسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية. يكتبها ويقدمها فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى سؤال جديد من أسئلة مسابقة الماء في القرآن والسنة. السؤال 29. أخبرنا المولى تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهار، فقال تعالى في محكم التنزيل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وفي موضع آخر يقول المولى تبارك وتعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. حدثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أنهار الجنة حديثا واضحا بينا. ففي رحلة الإسراء والمعراج رأى صلى الله عليه وسلم 4 أنهار في الجنة، 2 ظاهران وآخران باطنا. اذكر الحديث الذي يوضح ذلك. بشرى لنا هذه المسابقة مقدمة من وزارة الري والموارد المائية، وهي جوائز مالية ترسل الإجابات مجمعة في نهاية شهر رمضان على مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو الدور 5 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مسابقة الماء في القرآن والسنة. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة، لوعد بلقاء جديد. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء في القرآن والسنة. أسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية. يكتبها ويقدمها فؤاد حسان.